عندي 27 28 عام، نزيد 88 شهر 11. المنسف ديالي دخلت على المنسف ديال القتل، وقع لي مشكل مع بابا، وقع لي بابا هو اللي مات، وهو تحكمت المؤبد. كنا مشينا باش ناخذ شي وراق وشي حاجه باش نهضروا على شي وراق، كنت انا باغا نتكاتب. صافي بابا منين ما بغاش، وقعت مدابزه بينه وبينه وبين السيد اللي كنت غادي نتزوج به. صافي طاح لينا مات، ضرب لي راسه على واحد قرياج مات. هربنا حنايا، هربنا مشينا الناظور، جلسنا مده ديال عام وعشر شهور في الناظور. من بعد شدينا، صافي مشدينا، تقدمنا هنايا، جابونا السلطات ديال السطات، قدمونا، تحكمنا. تحكمت انا بمؤبد وهو بمؤبد. دابا ضربت 11 عام وباقي ما تحددش ليا. صافي سنحاول ننسي باش ما يدخلش معايا داك النهار ديال الحبس، وباش ما يدوز معايا. كنحاول نشقى ولا نقرا شي حاجه ولا هادي، ولا نشد الخدمه ديالي نخدم فيها باش النهار ما يدوش عليا ثقيل. عندي كندير دي طابلو ديال بانسي كروا، هما اللي كنخدم فيهم دابايا. كندفع وكنشارك بهم في معارض، بحال دابا دفعه، كنت دفعه 4، دفعه من 6 مدينه ديال 6، ولكن وقع واحد المشكل ما دزتش بهم انايا. ودابا دفع جوج في برشيد، في مدينه ديال برشيد، وواحد جايبه معايا باقا ما كملتوش. يلا لحقاش دي طابلو تيدير ليا ديك 3 شهور 4 شهور باش نكملها، لحقاش غير ببانسي كروا. كناخذ دي طابلو من كسوبه، تيجيوني كسوبه وتنعزل دي طابلو اللي هما ديالنا ديال المغرب وداك الشيء، وصافي تنخدمهم. تنقل شي ما كيما هي وتنخدمها. تنخدم بواحد الخيط ديال دي ام سي، وواحد التوب عندنا سميتو غزلافي هو اللي تنخدم به. كنفيق الصباح كنوجد الفطور ديالي، الى عندنا الدوشه تنمشيو تندوشو. صافي تنبدل حوايجي، خرجي باطيو تدوري شويه، صافي من بعد ترجعي تدخلي. كيسدو علينا البيبان مع العشره ونص ولا هذا، لحقاش عندنا ساعه ساعه باش كنخرجو شنابر. كل شومبر تيخرج بوحديتو. ديك الساعه ديالك اللي كتخرجي فيها يعني ما غيبقاش القوس فاش ديري شي حاجه اخرى، يلا كتوجدي الطياب ديالك الماكله ديالك باش تدخليها فيها ديك الساعه. صافي ودخلي. صافي من البيت كنجلس البيت، الا عندي خدمه غنجلس نخدمها، ما عنديش كنجلس نتفرج ولا نقرا شي حاجه. صافي هكا سيدوز النهار ديالي. سنحاول نقول لهم يتهلاو في روسهم ويحاولوا ما يديروش الغلط، لحقاش اللي دار شي غلط سيندم عليه بزاف.